اعتمدت الدورة التاسعة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في جلستها الختامية إعلان شرم الشيخ، والذي يعد أول قرار من نوعه يركز على مكافحة الفساد في أوقات الطوارئ وفي أثناء الاستجابة للأزمات والتعافي منها. وشدد إعلان شرم الشيخ على ضرورة التعافي من جائحة كورونا بنزاهة ومساعدة الدول على دعم جاهزيتها لمواجهة حالات الطوارئ في المستقبل. كما توافقت الدول المشاركة على 8 قرارات تدعم الجهود الدولية في مكافحة الفساد خلال الأعوام المقبلة. جلسات استمرت على مدار 5 أيام كانت حافلة بمحاور عديدة لمكافحة الفساد، فمن الجريمة المنظمة إلى الفساد المالي والأخلاقي ودور الشباب ومنظمات المجتمع المدني وصولا لترسيخ مبادئ الشفافية والعدالة. وتأتي التوصيات باعتماد إعلان شرم الشيخ عبر تطبيق اتفاقية الأمم المتحدة وخلق استراتيجية دولية لمكافحة الفساد. أنا أتوقع أن نستمر وأن نظل نحن أوصياء لهذه الاتفاقية. أنا كمصرية أشعر بالفخر والعزة لأرحب لأنني رحبت بكم في هذه المدينة الخلابة شرم الشيخ، وأن نتحد جبهة واحدة ضد الفساد بالرغم من تحديات الآفة وبالرغم من كل الأوليات الأخرى على الأجندة الدولية. إن التزامكم بهذا المؤتمر يمثل إقرارا بأهمية مكافحة الفساد، وهذا لا بد أن يكون جزءا لا يتجزأ من جهودنا للتصدي للتحديات التي تواجه علينا الآن. وتختتم هذه الدورة سنة من مكافحة الفساد، وقد عقدت هذه الدورة في أعقاب الدورة الاستثنائية للجمعية العامة من أجل مكافحة الفساد التي اعتمدت إعلانا سياسيا يرسم طريق عملنا في منع الفساد ومكافحته لسنوات قادمة. وقد أوضحنا للمجتمع الدولي أن مكافحة الفساد لا تزال على رأس جدول الأعمال السياسي، وأن الدول تجدد وتعزز جهودها الرامية إلى تنفيذ مبادئ الاتفاقية ومعاييرها. وأسند المؤتمر لنفسه عددا من المهام الهامة للمستقبل، وينتظرنا الكثير من العمل. مشاركات دولية اعتمدت 8 قرارات شكلت خارطة طريق لمكافحة الفساد. تعددت تلك القرارات لتتضمن تعزيز التعاون الدولي وتمكين سلطات إنفاذ القانون وتشكيل شبكة دولية وتوفير التمويل اللازم وزيادة فرص التوعية والتثقيف. أتقدم إليكم بخالص الشكر على جهودكم في إعداد وتطوير إعلان شرم الشيخ الصادر عن اجتماعنا الموقر، باعتباري الإعلان الأول من نوعه الذي يتناول تعزيز التعاون الدولي في أحد المجالات الهامة لشعوبنا ومجتمعاتنا، وهو مكافحة الفساد في كافة صوره وأشكاله، وذلك في أوقات الطوارئ والأزمات وفي مرحلة التعافي منها. إطلاق مبادرة الرياض الرامية لإنشاء الشبكة العالمية لسلطات إنفاذ القانون المعنية بمكافحة الفساد، وأشجع الدول على وضع هذا القرار محل التنفيذ والاستفادة من هذه المبادرة. أطلع في هذا القرار إلى إفساح المجال لعقد اجتماعات خبراء لمناقشة تعزيز استخدام التكنولوجيا المعلومات في تنفيذ الاتفاقية والدفع بأجندة منع مكافحة الفساد إلى مستويات متقدمة. ومع جهد مصري مميز في التنظيم والرعاية وترأس الدورة التاسعة للمؤتمر، تضع الرقابة الإدارية كل إمكاناتها أمام دول العالم للمزيد من التعاون للقضاء على الفساد. دائما هتلاقوا هيئة الرقابة الإدارية المصرية عاون نديكوا جميعا لجميع الدول في التنسيق، في التعاون، في تبادل المعلومات، في تبادل الخبرات. احنا نمتلك الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد في مصر، ودي أكاديمية على غاية عالية جدا من الكفاءة. أنا بضع إمكانياتها والإمكانيات التدريبية اللي موجودة تحت أمر جميع الدول للتعاون والمشورة وتبادل الخبراء والمدرسين، ممكن عند حضراتكم وممكن عندنا. جميع الإمكانيات مسخرة لخدمة الاتفاقية وخدمة جميع الدول الأطراف الاتفاقية. دور محوري للقضاء على الفساد يزيد من فرص التنمية المستدامة ويخلق فرصا واعدة لاستغلال مقدرات الشعوب والحفاظ على مواردها.
وتعود مصر لتقود العالم مرة أخرى في ملف هو الأخطر، مكافحة الفساد، والتي تتسم بمحاولات جادة من أجل القضاء على الفساد وصولا لعالم تملأه النزاهة والشفافية والعدالة، بعيدا عن فساد قد يدمر مجتمعات بأسرها. من مدينة شرم الشيخ، حماد العرب، التلفزيون المصري.